يستقبل اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني سينوفارم. إن هذه العملية كانت قد سبقتها عمليات أخرى على غرار اللقاح الصيني الروسي سبوتنيك في ولقاح أسترازينيكا. ليأتي اليوم هذا اللقاح اللقاح الصيني ويعزز من عملية التزود باللقاح المضاد لكورونا حماية لمختلف أفراد الشعب الجزائري وحياة المواطنين وصحتهم، وهذا مهما كان الثمن. لهذا الغرض ستصل تباعا إلى الجزائر شحنات أخرى من اللقاح المضاد لكورونا إلى غاية تغطية كافة الحاجيات للوطن من هذا اللقاح. إن الحكومة الصينية تبرعت بلقاحات الصينية ضد كوفيد 19 إلى جانب جزائر كهيبة، وهي يعتبر أحدث تجسدا للتعاون والتضامن بين بلدين في مكافحة الوباء، وكما وهي يدل على قمة الصداقة الجزائرية الصينية الجزائرية الغالية في قلوب الشعب الصيني.